طيب إذا كان الأستاذ عمرو أديب يعني بهذه الروح الرياضية عبر عن تهانيه للنادي الأهلي، كابتن جمال عبد الحميد له رأي في تتويج الأهلي، هو الأهلي فاز بالدوري بجد ولا إيه اللي حصل؟ نسمعه. في مالك مالك لونك حزيني ليه؟ ادينا الدوري للأهلي النهاردة. إيه؟ ادينا الدوري للأهلي. طب ما هو ده الطبيعي، في إيه الجديد؟ أه فعلا يعني هو ده الطبيعي، إن فعلا الزمالك دايما بيدي الدوري للنادي الأهلي، الأهلي ما بياخدش الدوري. الإيه؟ الأهلي ما بياخدش الدوري، الزمالك هو اللي بيديله الدوري. طيب بيديله الدوري يعني ياخد السنة اللي فاتت 11 بونت وراح مديله على طبق من ذهب. النهارده النادي الزمالك عمال مع النهارده لما شفت الجدول اللي حضرتك عرضته الزمالك اتغلب خمس ماتشات السنة دي، عمر ما الزمالك اتغلب خمس مباريات كده وهو داخل على افريقيا واخد السوبر واخد السوبر الافريقي والسوبر المصري وتغلب خمس ماتشات. ايوه دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ وحشه طبعا. طيب وحشه جدا. طب نعمل ايه؟ ولا حاجه. الزمالك مبروك للنادي الاهلي، الزمالك اداله الدوري. يعني هتلخص الدوري مبروك للنادي الاهلي بس كده؟ مبروك للنادي الاهلي ان الزمالك اداله الدوري بس. يعني دلوقتي اي ملاكم بيلعب تايسون وياخد الضربه القاضيه ويقع يقوم يقول له انا اللي اديتك، انا اللي ضربت، انا اللي اديتك المباراه عشان ضربتني ضربه، يعني انا اللي ضربت. ايه المنطق ده في تحليل الامور؟ ما ضروري انك انت تكسب عشان اللي قدامك بيخسر، ما لهاش حل تاني. صحيح. ما انت لو كسبت انت وهو لا انت خسرت خمس ماتشات، انا ما خسرتش خمس ماتشات، انا ما خسرتش. تيجي تقول اصل انا اللي اتغلبت. طب انا اللي كسبت. ما انت اتغلبت. هو بقى عايز يقول لك ايه؟ لانه عاش الوهم، قال لك انا بطل السوبر الافريقي وبطل السوبر المصري، ازاي اخسر خمس ماتشات؟ طب ما تقلبها. ما هو انت عشان بتخسر خمس ماتشات غيرك بيكسب انت كسبت البطولات اللي ممكن يتحقق فيها بطوله. بص يعني صحيح. بطوله المباراه الواحده يا كابتن جمال، يعني ما يجراش حاجه يا كابتن جمال. هو قالها بقى قبل كده، لان انا سمعت الحديث ده بكام، قالوا انا متضايق من النادي الاهلي، ما النادي الاهلي مشاني، النادي الاهلي يعني هي مساله شخصيه. لكن الفرق بقى لما تبقى انت راجل بقى عقر زي الاستاذ عمرو اديب، يوم يروح قايلها بدعابه وبهزار وبتاع، مش يقعد يقول لك لا اصل انا اللي خسرت، انا اللي اتضربت. ما هو لازم انا حاجه اللي بيكسب، محدش عايز يقول ان في حد اللي ضرب، لا اصل انا اللي اتضربت.